داكش أنا ميكا. إيه داكش؟ إلي أنا ميكا كانت تشبهني ما هيك؟ داكش أنت لازم تخبرني هلأ مين بتكون هي أنا ميكا؟ داكش أنا بترجاك خبرني مين بتكون هي؟ إلي ليش هي المرة كتير بتشبهني؟ أنا ميكا. مين هي أنا ميكا؟ داكش بترجاك خبرني. أنا ميكا. أنا ميكا. أنا ميكا. أنا ميكا. بترجاك تخبرني داكش. أنا ميكا. مين هي أنا ميكا؟ داكش بترجاك تخبرني مين هي المرة؟ أنا ميكا. داكش خبرني مين هي؟ اللي شو الحقيقة يا داكش؟ أنا ميكا. داكش. أنا ميكا. أنت لازم تخبرني هلا مين بتكون أنا ميكا؟ اللي الحقيقة يا داكش؟ أنا ميكا. اللي شو الحقيقة؟ أنا ميكا. اللي مين هي أنا ميكا؟ اللي شو الموضوع؟ بترجاك يا داكش اللي شو القصة؟ أنا ميكا. داكش. داكش اللي بترجاك اللي شو الموضوع؟ أنا رح خبرك عنه. استنوا يا عم رامو، خد داكش على البيت. ليكي أنا بصراحة من زمان حابب إني أعترف لك بكل شي خبينا. باني أنت دائما كنت عم تسأليني، بس أنا للأسف كنت أعطيكي جواب الغلط. بالحقيقة أنا بعرفه منيح لأبوكي نيشي، كان ديكست، كان رفيقي. وبالنسبة لهديك الصورة يلي أنت شفتيها هداك اليوم بالقصر كانت حقيقية، وبالنسبة للأسوارة يلي شفتيها بخزانة شالني لازم تعرفي إنه هالإسوارة هي نفس يلي معك. بس عمي دهنراج أنت نسيت شغلة، أنت نسيت تخبرني مين بتكون أنا ميكا. يعني أنت طلبت مني إني ساعدك بس لأنه أنا بشبهها بالشكل كتير؟ يعني بعد كل شي صار لا تقولي إنك ما بتشبهيها غير بالشكل. بصراحة بدي خبرك إنه أنتو في شي كتير بيربطكم. طيب شو هالشي؟ يعني الأهل وعلاقة الدم. إيه باني، الشي المزبوط إنه أنا ميكا كانت أختك التوم. نعم؟ أنت شو عم تقول يا عمي؟ أنا بس ماني فاهم أنا شو عم تقول. بس ماما وبابا ما خبروني أبداً إنه أنا عندي أخت توم، وأنا ما كنت أعرف أي شي عنها، وهنن ما خبروني بهالشي.